وقد اختلف العلماء في صلاة الضحى هذه على أقوال، ولعل الأظهر والمختار من أقوالهم رحمهم الله أحياء وأمواتا أن الإنسان إذا كان له حظ من صلاة الليل فيكون صلاته في الضحى غبا حينا يصلي وحينا لا يصلي، وإن كان حظه من صلاة الليل قليل حتى لو قام لا يطيل، فالأكمل في حقه أن يحافظ على صلاة الضحى جمعا ما بين أحاديث الباب التي وردت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه.